شوي على الايفنت الحلو غير شكل موجود في كثير عالم اليوم. ميرسي كثير. الايفنت هذا اسمه ديم ذا لايتس، هذا اول مشروع انطلاقه لمنال ملات. منال ملات الاسم الفني. منال مثل ما انتم سمعتوا صوتها ما بيتقيم، منه صوت عادي. وانا بتمنى انه هي تكون انطلاقه لمشاريع كثير كبيره لها، ومش بس بداخل لبنان لكن خارج لبنان كمان، لانه هي موهبه بتستاهل ونحن حندعمها بكل شيء عنا. اليوم ماضيه معك منال؟ ان شاء الله في مشروعي. اليوم عم تغني باللغه الانجليزيه والعربيه والفرنسيه، ومثل ما عرفت عم تكون اذا فينا نقول نجمه من كل اللغات. اليوم قد ايه بتشوفي بلبنان هالشيء محبب عند المشاهدين؟ مثل ما ملاحظ الجمهور كثير حابب هذا الشيء. بعدين منال نجمه شامله وبتغني مش بس بهدول ثلاث لغات، بتغني باكثر من هدول اللغات. الجمهور اللبناني ذويق ومتربي على كذا لغة، يعني بيحب الأجنبي بيحب العربي بتقريبا نفس الطريقة. سو ما بعتقد إنه في أي مانع يكون في تقدر تغني بهدول ثلاث لغات. هلا عم تغني لداليدا مثلا، عرفت الناس بتحب داليدا، عرفت، وفي أغاني لها خاصة هلا رح نسمعها. سو هذا شيء محبب، منه شيء مستهجن، بالعكس أنا بشجعه كتير. والباند اليوم عم يكون من لبنان ولا من غير بلاد؟ الباند كله لبناني، ما عدا في ظهور أشخاص جيست من فرنسا ومن اليابان ومن أرمينيا. سو الباند مخلوطة شوي بس هي معظمها لبنانية. Come on.
نجمة الإيفنت الرائعة من أجمل الأصوات يعني أنا سمعتها اليوم بحياتي. منال مللات شو عملت اليوم؟ بعد ما عم بستوعب بس أنا ما عملت شيء اليوم هني عملوا كل الناس عملت بعد ما أنا مستوعبة يعني أنتوا أول شخص بيحكي معهم دغري بعد الحفلة بس حلم وتحقق وبعدني بالحلم بعد ما رجعت على الأرض هيدا حلم صار حقيقة لقلوب اللبنانية اللي بيعشقوا هيك أصوات بيعشقوا الفرنسية والأنجلية والعربي اليوم أنت مزجتيهم كلهم بمنال مللات مرسي كتير عن جد يعني إن شاء الله يكونوا انبسطوا بكل الأغاني لأنه كل غنية بتعني لي وإن شاء الله تكون كمان عنيت لهم كمان صوت وصورة اليوم الفنانة عم تكون مرسي كتير thank you very much عن جد مرسي منال شو طموحك اليوم من بعد ما شفتي هالعالم اليوم مبسوطة فيك اليوم طموحك عالمية؟ أكيد طموحي العالمية أكيد يعني برجع بقول لك حلم وتحقق كان بدي بلش من لبنان إن شاء الله قادر روح على العالمية بس أكيد لبنان بلدي بيضل البلد الأول وهون بتضل غني جو موغير سور سات سان سور سان ليبانيز لا إن شاء الله أكيد على طول بالتوفيق والله يكون حدك اليوم مين عم يدعم منال مللات؟ كتير ناس عم تدعمني الحمد لله يعني كل هالسنين كل هالهارد ورك ما كان صراحة ما عملته لوحدي أكيد اشتغلت كتير بس كان في تيم كتير كبير وعن جد بدي شكرتهم كلهم إن شاء الله ما أكون نسيت حدا عشية بس إنه في تيم كتير كبير الحمد لله I'm very happy معقول نشوف شي غنية قريبة عن جد عم بصوتك غنية لبنانية عربية أعطوني بس جمعة لأرتاح ورح بلش بالسينجل لا بتقولي مرسي اليوم مرسي لكم لكم كلكم عن جد وكل الناس اللي دعمتني وبس هيك بيك ثانك يو عن جد ثانك يو يعطيك الف عافيه وسلام عليك يا منال مللات مرسي ثانك يو My brain.